صباح الخير وتحية لكل يلي عم يتابعوا حلقة اليوم من MTVA Live. مع بداية هالصباح بتمنى لكم نهار كله نشاط وسعادة. منتابع حلقتنا لليوم مع فقرة إيت سمارت ومعنا اختصاصية التغذية رندا فهد. رح نحكي اليوم عن موضوع عشبة الأشواغندا يلي هي يمكن صارت أساسية بالطب البديل، وعنا كمان خبرية رح نسمعها من رندا. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ كتير منيحة. رح نبلش مع خبرية اليوم يلي هي كمان دراسة، ضروري نكون كمان نحن عم نواكب هالدراسات كلها. أكيد. نعم تفضل. رح بلش ذكر المشاهدين يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج RDF، ما تنسوا تحطوا لايك، تكونوا عم بتابعوني دائما، اسئلتكم بقراها بجاوب عليها وبختار جواب واحد حتى اقوله على الهواء كل نهار تاني. رح بلش اليوم بخبريتي. خبريتي لها علاقه بالستريس اللي هو بخلينا ناكل. فكتير اشخاص بيجوا لعندي على العياده بيقولوا لي انا اكلت زياده، وخصوصا اكلت اشياء اللي هي بيقولوا مثلا شوكولا، اما حلو هو بالحقيقه اللي بياكلوا مزيج من السكر والدهنيات. مشان هيك كتير اشخاص بيلتجوا للدوناتس، بيلتجوا للجاتويات، او بيلتجوا للشوكولا اللي بيحطوه على الخبز، او بياكلوا شوكولا مش لانه هو في مغنيزيوم. بالحقيقه الشوكولا في كميه صغيره من المغنيزيوم، بس لانه هالمزيج من السكر والدهنيات عم يلاقوا انه هيدا شيء عم بيريحهم. اللي بدي اقوله كمان انه هالستريس اللي اشخاص بيمرقوا فيه، في يكون ستريس بالشغل، في يكون ستريس بالبيت، في يكون ستريس واحد مش ملحق، في يكون ستريس يمكن انه عنده سهرات كثير، او يمكن عم يظهر عنده ظهرات مع اشخاص وشوي هالمسيره مع هالاشخاص عم تعمل له ستريس. فاذا هو وقتا نقول ستريس مش يعني حاله بتكون شيء كثير خطره، ولكن الحياه اللي هي فيها هالضغط. هلا شو عم بيصير هون بهالدراسات وشو عم يكتشف عن جديد؟ عم يكتشف انه بالدماغ عندنا محلات معينه، في عندنا محل اللي هو محل اللي بكفئنا، نحن الدماغ بكفئنا وهيك بخلينا نكون مرتاحين. طيب هذا المحل ما وقتا نحن نكون بستريس ما بيقعد يكفئنا بسهوله. وتبين كمان انه هذا المحل بالدماغ هو ليكون عم يكافئ هالشخص ويريحه، هو بحاجه لانه نكون عم ندخل له أكل زيادة، خصوصا الأكل اللي بيحتوي الدهنيات مع السكاكر. هلا يعني عم بفيد بمطرح معين، هو عم يطلب هيدا الشيء، عم يطلب حتى يكون عم يرتاح من الستريس وعم بيريح. هلا ساعتها هون عم بيريح، بس كمان عندنا محل تاني بالدماغ اللي هو بيعمل كنترول على كثير اشياء، منها كنترول على غضبك، منها كنترول على قديش انت بتاكلي، هيدا المحل بيكون عم يشتغل اقل. فاذا في محل بده يكون عم يرتاح، صار عندنا محلين بالدماغ، هالمحل اللي بده يكون عم يرتاح صار بده اكثر الدهن والسكر، والمحل التاني اللي عم بده يعمل كنترول لتوقفيهم منه عم يشتغل مزبوط. فبالفعل هيدا الشيء عم بيصير بالدماغ. هلا هون زياده عن هالاشياء نحن بنعرف كمان انه وقت نكون اندر ستريس بيصير في عنا الدماغ بيبعث هالمسج انه يصير في ماده الكورتيزول، جسم كمان بيعطيها زياده، وقتها هالكورتيزول تطلع زياده بتخلينا ناكل، وكمان بنفس الوقت الانسولين بخلي انسولين كمان يصير زياده، والانسولين وقت يزيد عن حده بالجسم بيخزن الدهنيات. صار عندنا هون مجموعه اشياء خلت الشخص منه انه ياكل زياده سكر وحلو، ومنه انه يكون عم يعبي بالوزن. ولكن كمان بدي اروح هون لكم فكره معينه، هل هالدراسه هي 100% حتميه؟ شغلتين بدي اقولهم، اول شغله انه هالدراسه انعملت على فئران، اوكي، اللي هن فيهم كثير اشياء بتركيبتهم بيشبهوا الانسان، ولكن دراسه انعملت عليهم. والشغله الثانيه انه هول الفئران اصلا كانوا عم يعطون كثير دهنيات، اللي هو كمان بتلاحظي لروح على المرحله الثانيه انه هيدي الدراسه بينت انه 40% من الاشخاص، اذا بدي اقول الاشخاص، رح يكون هيدا تجاوب جسمهم وياكلوا الاكل اللي بيحتوي الدهن والسكر وهالشيء خليهم يزيدوا بالوزن، 40% ما رح يتجاوبوا ياكلوا هيك، بالعكس رح ياكلوا اقل، و20% ما بيتاثروا. طب مين هن ال 40% اللي تاثروا؟ هن نوعين من العالم.
النوع اللي اصلا هو بياكل دهنيات كثير، فاصلا هو يلي ما عنده مشكله يعني انه يكون يلي ما بحس بالندم بعدين يمكن اذا اكل. بلا، لانه هو اللي بياكل اللي اصلا بياكل دهن زياده وبكون انصح من غيره عنده زياده بالوزن، فبتلاحظي هون اللي هو عنده زياده بالوزن اكثر هو اللي بيلتجئ اكثر لانه يصير ياكل هيدا النوع من الاكل. هي من ناحيه ثانيه، والنوع الثاني من العالم هن النوع اللي بيعملوا كثير رجيمات، فاوريدي بيكون واحد حارم حاله من كثير اشياء، فكمان هون الكنترول سيستم تبع الدماغ ما بيكون كتير مركز مزبوط، فبيصيروا ياكلوا بهالطريقه العشوائيه. على كل حال هيدي دراسه من دراسات كتير عم تنعمل، لاول شيء نقول انه مزبوط نحن في شيء بالدماغ هو اللي عم يخلي هالاشخاص انه ياكلوا هالطريقه، ولكن بنفس الوقت هون بدنا نعرف انه نحن اصلا لازم نحاول ما نلتجئ للاكل حتى نحن نشيل الستريس عنا، وفي طرق كتيره، هاي كل واحد عنده طرق معينة يكون عم يعالج موضوع الستريس عنده بعيدا عن الأكل. أكيد. خلينا نحكي شوي عن الطب البديل أو عن بعض الأعشاب يلي ممكن تكون عم يلجأ لها بعض الأشخاص يمكن بأغلبية الأوقات إذا بدنا نقول لا يخففوا من الستريس أو لا هيك مثل يعني يرخوا جسمهم يكونوا عم يرتاحوا، يمكن إذا عندهم كمان تشنجات بالجهاز الهضمي عم يلجأوا لها كثير من الأشخاص. خلينا أول شيء نعرف عنه. هلا اليوم خطر على بالي أحكي على الأشواغندا. أوقات لورا بطلع بحكي عن مواضيع بيكونوا كثير الأشخاص اللي بيجوا عندي على العيادة بيسألوني عنها، أما بيكونوا ترندي. عم ياخذوها 100%. هلا الأشواغندا هو بطب البديل مثل ما قلنا الأيوفيردا اللي بيستعمل، وهي بالنتيجة هي عشبة. اوكي، هلا هيدي العشبة هي تستعمل استخرجت وعم ينعمل منها، بتنعطى حبوب بنقول لهم متممات غذائية يعني هون. هلا كذا شغلة بدي أقولها هون، الدراسات انعملت عنا والترندك مثل ما قلتي هي على ثلاث أشياء معينة بدي أذكرها وشو المنيح فيها شو لا، وبعدين بذكر الأشياء الثانية. أول شغلة إنه هي بتريح الأعصاب، إنه هي بتريح حتى الأشخاص اللي عندهم توتر دائم بنقول له anxiety. كمان دراسات انعملت على الأشخاص اللي هن عندهم مشكلة سكيزوفرينيا أو مشكلة الباي بولر. أوكي، فإذا هاي كله عم حطه أنا بنطاق واحد. انعمل كتير دراسات هل هي مفيدة أم لا للأشخاص اللي ما بيناموا مزبوط وعندهم قلق بالنوم عشية. هيدي كمان عنا شغلة تانية، هول الأشياء اللي هي الأساسية لنشوف هل هي عم تشتغل فيهم أم لا. يعني الأطباء عم يوصفوها لهالحالات؟ هلا نحن الأطباء ما بيوصفوها، أخصائية التغذية ما بتوصفها، هون في عنا الطب البديل هو اللي بيشتغل فيها. فإذا هيدا نوع تاني، يعني أنا في أشخاص بيجوا بيسألوني عن طب بديل بقول لهم أنا مني ضده بس هو منه دراستي، فهون أنا مثل ما بيقولوا ممكن يكون عم يترافق مع الطب العادي. هلا هو نوعين، يا بدك تعملي هاي يا بدك تعملي هيدا بالإجمال. فأنا بس رح أحكي عن الدراسات لأنه طبعا نحن في دراسات وعم نطلع عليها وعم نقراها وعم نشوف شو هي. فبالدراسات ببين سوري كنت عم أقول كمان في ثالث شغلة اللي هلأ كتير ترندي انه هي عم تساعد العضل للرياضيين وعم تساعدهم كمان انه يكونوا عم يعملوا performance تبعهم احسن. اللي بدي اقوله انا انه دراسات انعملت على عدة دراسات والاشخاص اللي اخذوا الكمية اللي اتاخدت بين 600 ملي جرام ل 1200 ملي جرام بالنهار، وفي دراسات كتير اثبتت كل هالاشياء انه هي بطريقة ايجابية رح تساعد للنوم، رح تساعد لتروق الاعصاب، رح تساعد الفوليوم اوف اكسجين ماكس، يعني قديش الاكسجين اللي الرياضي رح ياخده بيكون ماكسيموم كرمال النفس تبعوله، ورح تساعد كمان العضل. في دراسات بينت هيك، ولكن كمان اللي بدي اقوله انه في كتير كتير دراسات بينت انه وقتها اشخاص اخذوا اشواغندا ما اثر فيهم بكل هالاشياء الايجابيه يعني اللي حكيت فيها. لا، هيدا يعني انه دراسات منا حتمية ودراسات بعدها منا كاملة. هل هي معقول تأذي
لكن عندنا شغلتين بعد بهالوقت الصغير، هل هي معقول تأثر إيجابيا لمريض السكري ومريض انعطت بقيمات الكوفيد والالتهابات؟ لا، هون ما دراسات ما بينت هالشيء. بهلا الأشياء الثلاثة اللي أنا حكيت عنها، هل هي معقول إذا أخذناها بنرتاح؟ يمكن إيه، بس هل هي ممكن تأذي؟ هي ممكن تأذي، معقول تعمل استفراغ، معقول تعمل إسهال، في ناس بيعمل وجع بالبطن عندهم. وطبعا في عنا حالات ممنوع ناخذها مثل امرأة الحامل، مثل الشخص اللي معه مشاكل غدة، مشاكل بالكبد، مثل الأشخاص اللي هن معهم مشاكل سرطانية معينة. فهول الأشياء حتى الطب البديل نكون عم ننتبه قد ما ناخذهم، والدراسات وقتها تثبت 100% بنرجع نحكي عنها. أكيد. شكرا كثير لك رندا فهد. مشاهدينا رح ناخذ وقفة، ومن بعدها بنكون مع الفقرة الرياضية جت فت ومع شادي الزين. خليكم معنا.